السلام عليكم ورحمة الله. شكرا بس الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أبائي أمهاتي، إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة السابعة من جملة حلقاتنا المباركات بإذن رب الأرض والسماوات في خضم هذه المحنة التي تمر بها الجزائر خصوصا والعالم بأسره عموما، وقد أسميناها بفضل الله تبارك وتعالى نصيحة في قلب المحنة. معاشر الأكارم، كنا في الليلة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى قد تطرقنا إلى نقطة مهمة للغاية، بعد أن أكدنا على نقطتين مهمتين سابقتين. النقطة الأولى اللي كنا تكلمنا عليها هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني. النقطة الثانية قلنا هي الأخذ بالأسباب، وهي الوقاية وما يتعلق بها. ثم بعد ذلك أضفنا نقطة ثالثة إلى هاتين النقطتين، وتعاونوا على البر والتقوى، فإننا نعلم أن هناك إخوانا لنا قد مسهم الضر هنا وهناك في الجزائر العميقة، ولعل ممن أصابهم الضر من هم من جيراننا ومن هم من أقربائنا، وقد تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى بما فيه كفاية بفضله ومنه وكرمه في هذه النقاط، والحمد لله الذي بنعمات. وددت هذه الليلة بحوله تعالى وقوته قبل أن أنطلق في كلمتي أن أجيب عن سؤال طرحه بعض إخواننا في الله تبارك وتعالى، بعدما تكلمنا عن الصدقات والنفقات والتعاون على البر والتقوى إلى آخره، كان اللي قال لي ولا نقدر من الزكاة تاعي، ولا خرج الزكاة تاعي في هذا الصدد بإذن الله تعالى. قلنا طبعا يجوز هذا، ثم أكثر من هذا العلماء يفتون، وهذا المذهب الصحيح من مذاهب علمائنا رحمهم الله تعالى، بأن الإنسان يجوز له أن يقدم الزكاة الواجبة عن وقتها للحاجة، ولا شك أن حاجة فقط ربما كان من أهم الضرورات، إذن يجوز ذلك بحول الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. نرجع إلى موضوعنا الأم في هذه الليلة المباركة. وددت أن أتكلم في موضوع حساس وموضوع خطير وموضوع مهم للغاية، فأرجو أن تعيروني جميعا قلوبكم وأسماعكم، يرعاكم الله. راح نتكلم هذه الليلة إن شاء الله عز وجل عن قضية كثير من المسلمين والمسلمات ما راهمش فاهمينها مليح، هي قضية التوكل. نعم، هي قضية التوكل، لأننا قد نمارس ممارسات ونفعل أفعالا ونزعم أننا متوكلون، وبعض الناس أيضا قد يرمي هذه العقيدة المباركة، عقيدة التوكل، يرميها بما هي منه براء. بسبب ماذا؟ بسبب ممارسات بعضنا
التي لا تمت بأدنى وشيجة أو علاقة إلى التوكل الصحيح. إذا الكلام تاعنا راح يكون إن شاء الله في التوكل الصحيح والتوكل الشرعي. التوكل في الحقيقة نبدأ النقطة الأولى كامل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وابن القيم يعني حقيقة طبيب الأرواح، يتكلم في هذه القضية الحساسة التي هي قضية عقدية مهمة جدا، قضية إيمانية مهمة للغاية، قضية التوكل. يتوكل يقول، يتكلم عن التوكل ويقول لك التوكل ينبني أولا وقبل كل شيء على ركنين مهمين. تبعوا معايا مليح، على ركنين مهمين. الركن الأول هو الثقة في الله، والركن الثاني هو الاعتماد على الله. لا بد منهما معا مجتمعين، لازم يكونوا في اثنين، الثقة في الله والاعتماد على الله. علاش قال هكذا؟ لأنه صح الإنسان مثلا مع إنسان آخر، مع مخلوق، قد يكون إنسان واثقا في إنسان لكنه ليس معتمدا عليه. لما؟ أنا نثق فيك 100% لكن ما نعتمدش عليك لعدم حاجتي إليك، مانيش بحاجة إليك، صح؟ والعكس، قد يكون الإنسان معتمدا على مخلوق وهو لا يثق فيه، علاش يعتمد عليه؟ لحاجته الماسة إليه، ولو أنه في قرارة نفسه لا يثق فيه كثيرا. لكن التوكل يستلزم منا الأمرين معا مجتمعين في آن واحد، الثقة في الله تعالى، ثقة مطلقة في الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، ومن جهة أخرى الاعتماد المطلق عليه تبارك وتعالى دون غيره. الأصل هذا هو التوكل. نبدأ بهذه النقطة الحساسة التي تعتمد على هذين الركنين المباركين. الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أمر بالتوكل في غير ما آية. مثلا قال ربنا عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما أداة حصر وقصر، شوف شكون هو المؤمن تاع الصح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، ما قالش ويتوكلون على الله ويتوكلون على ربهم، وعلى ربهم. قال العلماء هذا اسمه تقديم المعمول على العامل، وتقديم المعمول على الماء العامل يفيد الحصر، يعني لا يتوكلون على غيره سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه آية عظيمة جدا جدا جدا. ويقول شيخ الإسلام رحمه تعالى يقول لك الله عز وجل أمر بالتوكل في القرآن العظيم أكثر مما أمر بالوضوء والطهارة والغسل من الجنابة ونحو ذلك، مع أن أحكام شرعية عظيمة جدا، لكن التوكل أعظم من ذلك بكثير. إذن الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية. الله تبارك وتعالى في آية أخرى وش قال؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله شوف وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل التوكل شرطا في الإيمان، وقال لك دايما التوكل يمشي مع الإيمان، يقوى الإيمان يقوى التوكل، يضعف الإيمان يضعف التوكل. وقوة التوكل طبعا التوكل الصحيح دليل على قوة الإيمان بإذن الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذا طيب، كاين بعض الناس كي يسمع هكذا يقول لي الحمد لله أنا متوكل، وفي خضم هذا في خضم هذه المحنة واش كنا نتكلموا الليلة الماضية، كاين الناس ما راهو خاضين الاحتياطات ولا أسباب الوقاية ولا يهمو واش يقول الأطباء ولا يهمو واش يسمع هنا وهناك، كارثة كبيرة. كي تكلموا يزعم أنه متوكل على الله، وكان متوكل على الله، قلنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نقول صدق الله وكذبت أنت. صدق الله لما قال قلنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الآيات القرآنية كلها، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، نقول صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كذبت أنت حينما تركت الأسباب وحينما لم تأخذ بأسباب الاحتياط والوقاية، مع أن أمور شرعية في الحقيقة كما سبق معنا بارك الله فيكم. هذا الإنسان نفسه تجده مثلا، تجده في هذه الأيام ممكن في البيت تاعو راهو خبا نص تاع سوبيرات، يا اخي انت متوكل ما تاخذش الاسباب، علاش تفعل هذا؟ اذا هذا كذب في الحقيقه. راح نتكلموا هذه النقطه الثانيه. التوكل في الحقيقه هو الثقه المطلقه في الله، الاعتماد المطلق على الله سبق معنا، مع الاخذ بالاسباب المشروعه. احفظوا هذا مليح،
مع الأخذ نقطة حساسة جدا مشاغل في هذه المحنة في جميع الأوقات نحتاجها في حياتنا كامل، هي من أعظم أسباب لو كان نفهموا مليح هذه القضية ونعملوا بها مليح من أعظم أسباب سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. إذا الثقة المطلقة في الله، الاعتماد المطلق على الله زوج، ومن بعد زيدهم شنو؟ مع الأخذ بالأسباب المشروعة ويمشيوا كيف كيف. مع الأخذ بالأسباب المشروعة لازم نأخذ الأسباب. سبحان الله العظيم، أتصور إنسان قاعد في الدار، اسمع روح تخدم تقي الله، لا أنا يقول لك ربي ما نمشي ما قدامه، يلام ولا لا يلام؟ لا شك أنه يلام من قبل العقلاء جميعا، اللي يعرف الشرع واللي ما يعرفش الشرع راح يلوموه، ما كاش منها. إن عندك وليدك قاعد في البيت غدوة إن شاء الله الامتحان، روح تقرأ ما نقراش، هاو قريب الباكالوريا روح تقرأ ما نقراش، علاش ما تقراش؟ أنا متوكل على الله. الله أكبر، هذا هو التوكل، هذا هو التواكل في الحقيقة. شوف كاين فرق بين التوكل وبين التواكل. التوكل الذي ذكرناه ثقة في الله، اعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، وهكذا كان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، والقصة تعرفوها كامل، قصة في سندها مقال لكن حسنها جمع من العلماء رحمهم تعالى ومن المحدثين المحققين، حسنوا هذه القصة. لما هذاك الرجل قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذه الناقة تاعي أطلقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ نخليها وراني متوكل على الله ولا نربطها؟ أعقلها وأتوكل. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعقلها وتوكل. وهذا حديث قاعد نعرفه، اعقلها وتوكل، توكل بقلبك، نعم، اعتماد وثقة، زيد اربطها، اعقلها وتوكل، هذا هو في الحقيقة الشرع، ويمشي وكيف كيف. ليقول لنا متوكل وما يطبقش وما يعملش بالأسباب وما يخوش بالأسباب، هذا وطعن، قد طعن في شرع الله عز وجل. وهذا هو الذي يعرف عند العلماء بالتواكل، كاين توكل وكاين تواكل. وقد سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن أقوام لا يعملون ويزعمون أنهم متوكلون، أهم متوكلون حقا؟ قال: بل هم المبتدعون، بل هم المبتدعون. سبحان الله العظيم، الإنسان لابد أن يتوكل ولابد أن يأخذ بالأسباب، يمشي كيف كيف. تزعم أنك متوكل دون أخذ بالأسباب، هذا طعن في الشرع، ولا اعتمدت على الأسباب فقط ولم تهتم بالاعتماد على الله عز وجل، هذا طعن في التوحيد، طعن في التوحيد، وباب من أبواب الشرك بالله شرك الأسباب عياذا بالله تعالى من كل سوء. إذا نشوف كيفاش يمشي وكيف كيف، يمشي وكيف كيف، وناخذ بالأسباب على قدر وشي نقدر له. ما كلفكش ربي تأخذ حاجة أكثر منك، الشي اللي تقدر له. شوف ربي عز وجل لما أمر مريم عليها السلام، راح تولد مرأة ضعيفة وحدها، المرأة بحد ذاتها ضعيفة، ثم لما المرأة تكون في النفاس تاعها أضعف ما تكون عليه، أضعف مرحلة كي تكون في النفاس، ضعيفة جدا جدا، كما يقولوا النساء تاعنا، يقول لك النفس رجل في الدنيا ورجل في القبر، صح، ضعيفة بزاف بزاف بزاف، لازم تاكل شوية تمر وتاكل شوية رطب باش تتقوى. واش قال الله ربي عز وجل؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هي تهز جذع النخلة، عشرة من رجال أقوياء يهزوه ربما ما يسقطش الرطب المطلوبة، فما بالك امرأة نفساء. لكن هذا واش تقدر؟ تأخذ بالسبب، تأخذ وربي رزقها تبارك وتعالى، لكنه أمرها بأن تأخذ بالسبب. وزي إليك الجذع تساقط الرطب، هكذا كما قال القائل: توكل على الرحمن في الأمر كله ولا تقعدن بالعجز يوما على الطعن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب. كل شيء ربي عز وجل جعله سبب. النبي عليه الصلاة والسلام ربي قال له: والله يعصمك من الناس، خلاص وعده ربي، والله يعصمك من الناس. ربي قال له: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قادر خلاص يقعد. لكن لا أخذ بالأسباب المشروعة التي لا بد منها، أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وخرج وضرب في الأرض ودعا إلى الله وأوذي في الله وخطط. شوفوا الهجرة عبر كيف كان يخطط لها صلى الله عليه وسلم، وكيفاش مشى فيها، وكيفاش راح عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت لم يكن من العادة أن يدخل عليه فيه صلى الله عليه وسلم حتى يعمي على كفار قريش. كيفاش نظمنها، كيفاش هي ألها، كيفاش خلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرقد في الفرش تاعه في تلك الليلة التي هاجر فيها،
إلى آخره. يعني إنسان اللي يقرأ الهجرة يفهم مليح هذه القضية تاع التوكل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، يفهمها مليح مليح. كيفاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لغزواته، كيف كان يعمي على أعدائه وخصومه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك. سبحان الله، مع أن الله كما قلنا وعده والله يعصمك من الناس. مليح إنسان يتعلم مليح مليح هذه القضية ويفهم مليح. واش قلنا إذن؟ التوكل الصحيح هو الثقة في الله، قلب تاعك عنده ثقة مطلقة في الله، اعتماد مطلق على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. شوف 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 معايا، مع الأخذ بالأسباب، ماشي أي أسباب، لأنه تلقى إنسان ممكن دوكاتيك تلقاه يسافر ليه كي تحكمه يقول لك يا وديني متوكل على الله، أنا أقدم الأسباب، يقولتنا الأسباب أنا أقدم الأسباب، لكنه ماذا يفعل؟ يتاجر في المخدرات، يتاجر في المحرمات، هذا أخذ بالأسباب، هذا هو المقصود، هذا توكل. لا لا لا، احنا قلنا الأخذ بالأسباب المشروعة ماشي الأسباب المحرمة. تلقى ولد ليل كامل سهران، غدوة إن شاء الله امتحان، سهران لاباس يكتب، واش راك تكتب؟ والله راني نوجد كما يقولوا دراري تاعنا يقولوا الحروز، يوجد الكوبياج باش ينقل. هذا أخذ بالأسباب، يقول لك الأسباب لازم نقدم، هذا هو التوكل. الله أكبر، التوكل يعني ماذا؟ يعني الثقة في الله والاعتماد على الله مع الأخذ بماذا؟ بالأسباب المشروعة، ماشي الأسباب المحرمة، ماشي الأسباب المحرمة. إنسان يتاجر في المحرمات، إنسان يغش في البيع تاعه، ويخرج يخدم ويتعب وكذا، لكن يغش في المعاملة تاعه، هذا هذه أسباب، هذا هذا توكل، هذا ليس بالتوكل. إذن التوكل الصحيح، ربي يبارك فيكم، التوكل الصحيح، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل المسجد فيجد شبابا جالسين ما يخدموش، يعلوهم بدرته، يؤدبهم، وش يقول لهم الكلمة المشهورة؟ فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. شمر عن الساعدين تاعك وروح صح في الأرض، امشي في الأرض واطلب الأسباب وقدم الأسباب المشروعة، ما كلفكش ربي فوق هذا، فوق الأسباب لو كان ما تصيبش، تصيب غير الأسباب المحرمة، لا 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 لا, لا. شو وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، تقديم أسباب، قلبك معتمد، وإذا مريضت فهو يشفين 100%، وتقدم الأسباب المشروعة. لكن تروح تداوي بالحرام، هم كاين الناس قالوا ما عندك الحجر في ليرة، روح مثلا اشرب البيرة عياذا بالله، قل له صح هكذا؟ قل له لا لا، قل لك يا أخي الأسباب، قل له ماشي الأسباب، أسباب مشروعة ماشي أسباب محرمة، ماشي أسباب ممنوعة. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. كان قصة عظيمة جدا، وإن كان الحديث ذو شجون والموضوع هذا طويل بزاف بزاف، طويل الذيل ومهم للغاية، لعل نكملوا فيه الليلة القادمة إن شاء الله. لكن حبيت نختم بقصة في القرآن الكريم نقراوها، قصة عظيمة جدا 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 في التوكل، التوكل الصحيح والتوكل الصادق والتوكل المشروع. قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام مع موسى يوم ولد. ونعرف بأن موسى عليه الصلاة والسلام ولد في ظروف خاصة جدا. تعرفوا الكهنة جو عند فرعون الذي طغى في أرض الله وبغى، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. جو الكهنة تعوش، قالوا له، قالوا له هذا العام رح يولد مولود على يده يسقط ملكك. الله أكبر، حاجة كبيرة بزاف. وش يدير فرعون؟ سبحان الله، جهل وحب التسلط. وش قال لهم؟ قالوا بكل مولود يولد هذا العام من الذكور طبعا أقتلوه، كل مولود بحثوا عليهم في الأرض، أي مولود يولد هذا العام لابد أن يقتل. وهي كي تشوف لو كان إنسان جاء عاقل هذا فرعون هذا، لكن حب السلطة أعماه. لو كان جاء عاقل هذا الخبر اللي قالوا الكهنة إما صحيح وإما مش صحيح، واحدة من اثنين ما كاش ثلاثة احتمالان. إذا كان صحيح هذا الخبر يعني كان ولد راح يزيد هذا العام ويزول الملك تاعو تاعك على يده، ما الفائدة من قتل هؤلاء جميعا؟ معناتها الولد راح يعيش ويزيل الملك تاعك. ولا كان هذا الخبر ماشي صحيح، فما الفائدة من قتل هؤلاء الصبيان؟ سما مهما يكون من أمر، الحل اللي تاخذه ماشي مليح كاع، ماشي تاع العقلاء. إذا المهم تاخذ هذا القرار، بلي يقتل كل واحد يزيد هذا العام. ولد موسى عليه السلام في هذيك الأيام، الأم تاعو هي عارفة القرار الفرعوني الغاشم، واش دير بولدها؟ الله عز وجل قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ديري السبب، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أسباب، كيفاش وليدي باش يسلك نرمي في البحر؟ أرمي في البحر يعوم ما يعومش، لا إله إلا الله، ديري في صندوق تابوت ورمي في البحر. ربي عز وجل كلفك بهذه الأسباب، ديري البقية على الله تبارك وتعالى. إذن وأوحى رب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يعني في البحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. خبات ورضعات وقامت بيت هلت فيه نهار خافت اشتد الخوف تاعها فعلت ما أمرها الله. هذا هو الإنسان عبد مأمور حكمة. أرمته في البحر مشى 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 في البحر حتى سبحان الله العظيم يعني تابوت هذاك راه في البحر مد وجزر يروح ويرجع وكذا حتى شافوه القراب جدا من فرعون خداوه شافوه فإذا به صبي بهي طلعة عجبهم اداوه للقصر الفرعوني رباوه في القصر الفرعوني. من أعظم الأمور اللي وقعت ما هي أنه موسى عليه السلام ما قبل أي مرضعة جابوا له مرضعة تاع الدنيا قاع اللي عندهم تما ما قبل أي ثدي تاع مرضعة حتى جابوا له يمه لأن أخته كانت تتبع في قصة معروفة طويلة كانت تتبع من البعيد حتى جابوا له يمه جربوا هذا المرأة قال جربوا هذا المرأة بركة فأمسك بثديها معناتها يمه اللي كانت خايفة اليوم صارت آمنة عايشة في القصر لبس عليها موسى عليه السلام كانت خايفة عليه رو عايش في القصر إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ما عندك ما تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا كبر موسى عليه الصلاة والسلام وسبحان الله كأنه رضع لبن التوكل الصادق لما كبر موسى عليه الصلاة والسلام وصار نبيا مرسلا صلوات الله وسلامه عليه وهو كليم الله عليه الصلاة والسلام. تعرفوا واش صار له يا اخي مع فرعون صارت له امور كبيرة جدا ومن بعد شاف بانه يأتمر بامر الله لما الله عز وجل امره بان يخرج مع من معه من مؤمني بني اسرائيل وخرجوا وهربوا وهاجروا وتركوا ارضهم اللي يحبوها وصلوا البحر واش يديروا فرعون والجنود تاعو تبعوهم باش ليستأصلوا شأفتهم وليقضوا عليهم جميعا الأخبار تاعهم تنقطع البحر كما يقول البحر أمامكم العدو وراءكم يلتفي طرف ذلك الجيش جيش عارم رم يرى أوله ولا يرى آخره وش يديروا ماذا يفعلون بنو إسرائيل ضعفوا إنا لمدركون قد أدركنا فرعون وجنده إنا لمدركون وش لازم قلبه معتمد على الله متوكل على الله متعلق بالله ثقة مطلقة في الله وأخذ بالأسباب التي أمر بها الأسباب المشروعة دار قاوش يقدر الآن خلاص وش قال قال كلا إن معي ربي سيهدين هكذا نعيشه إن معي ربي انقطعت الأسباب خلاص أنا درت وش عليا الحمد لله إن معي ربي سيهدين فحدث العجب العجاب وش حدث ربي قال له غير العصا دي عصا عادية أضرب بها البحر تشوف سبب آخر اللي تقدر عليه أضرب بها البحر أضرب البحر طريق رسم له طريق في البحر مشى عليه موسى عليه السلام ومن معه من مؤمني بني إسرائيل وخرجوا للضفة الأخرى لما جاء فرعون ومن معه من الجنود حاول رجع البحر إلى حالته الأولى غرقوا أغرقهم المولى تبارك وتعالى هذا هو التوكل يحفظكم الله تعالى من كل سوء أسأل الله جل وعلا يقوي إيماننا وأن يقوي توكلنا واعتمادنا عليه وثقتنا فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به سبحانه وتعالى أن نغتال من تحتنا نسأله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن ينفس الكرب عن المكروبين أن يرفع الهموم عن المهمومين إنه خير مسؤول بارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكرا لكم شكرا جزيلا على حسن الإصغاء والإنصات والاهتمام والتفاعل بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.